استديو فيتوري للغنى الشعبي ريميكس. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي www.dj-figo.com. انا اللي بيا خمس علل لوم علاج ولا طب اول علا من القرايب خلى دموعي تصب خامس علا من الناس من فعلهم والكيد ولا عادي في دي الندم يا ود ولا عادي في دي الكيد. www.dj-figo.com حكاية دخلت في حكاية ومش عارفين ايه اللي بيجرى القصة دخلت في رواية وكله تاخد الزحمة يلا روح أول ما هبدأ أقول وأسرح على اللي خليني واللي رازقني بحر النجوم كله بيتعطل لما احنا نحضر كده ونغني وصوت لحالك وقول صباطك تغيب بقيت تقول والدنيا وسادته جاي من أبيض وضرب فيكوا يا ابني ده مش بقطر ده مش بعدد زي الكلاب تشوفوني تعو ده مش بقطر ده مش بعدد زي الكلاب تشوفوني تعو صباحكوا يا ده خروس برين هياخد وقت وتعدوا ساكتين وجودنا ثابتين حضورنا احنا الجسود لو حد غيرنا لينا بصمه وليني علامه كل انت جاي من سوق على كيفنا خلاص تعبت وجبت اخري كل الصحافه اللي برزقي اللي شغل ازاي بس يفصلوا نفسي يا رب وحشهم يا رب عني عكا وعريكا والناس بتجري يلا روح بس الوش ولا مره جالي عكا وعريكا والناس بتجري يلا بس الوش ولا مره جالي دوار دليل وتيم متقلنا وحيد مضروب في قلب شارعنا حضر العنف حضر الخطر الناس يتلفوا كده واجتمعوا والله شهود وكل شهود مين المضروب ومين اللي ضربه للغنى الشعبي ريميكس. www.dj-figo.com